السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الحرف W، وده سبب كلامي فيه إن هو نفس حركة الـ R sound، الامريكان ار. طبعا قلناها في الحلقه اللي فاتت ان احنا بنقول او بنضم الشفتين، فطبعا بندرب عضلات الشفتين على نطق الار او الامريكان ار، فبتبقى ريك رايت. ال W نفس طريقة النطق بتاعة ال R، هي نفس طريقة نطق حرف ال W. السلام عليكم. هي نفس طريقة ال W. اوكي، فمن الاول كده يا جماعة عشان نعرف بس الـ W بتتنطق ازاي، احنا بنقول بنضم الشفتين وبنقول او او او، كأننا بنقول او او، مش بنقول بقى بس، احنا بنقول و و و، مش ف و و. عارفين يعني بعض الإخوة في مصر بيقولوا واه يا بوي، واه واه. أوكي، فدي طريقة النطق بتاعة الـ W، واه. زي ما بعضنا احنا المصريين عارفين مثلا ان الثاء والظ بنطلع فيها اللسان، ما بنقولش كده الا في القرآن. ولكن حتى مثلا في الانجليش كمان، مثلا بنقول مثلا instead of they بنقول they، that I like that بنقول that I like that، زي زمون، لا بنطلع، لازم نطلع لساننا، the moon او they I like that. اوكي، فاحنا زي ما بنطلع لساننا في ال th، او بمعنى صح زي ما ما بنطلعش لساننا في ال th، يعني ال th عندنا يعني علامة مميزة شوية. إخواننا الهنود عندهم الـ W عندهم مشكلة فيها، بيقولوا what، يعني وإحنا بنقول what الكلمة what، أو when بيقولوا when. what will we do بيقولوا what will we do، فطبعا بيبقى الطريقة صعبة في الفهم بالنسبة للأمريكان يعني. ف ال W sound و و و، زي ما انتم شايفين كده، زي ال R right white rick wick. ف مثلا برضو لازم نعرف ان بعض الاحيان اللي بنستخدم طريقة او الساوند بتاع الـ W ولكن بتتكتب O، زي مثلا number one
مش محمد رمضان، لا يعني نمبر 1 او ان اي، رقم واحد بالانجليزي بنقول و و وان او وانس، بتتنطق برضو بالدبليو بالساوند بتاع الدبليو. اوكي عندكم كمان مثلا يعني كلمات، هنقول بعض الكلمات ونقول طريقة نطقها، وطبعا زي ما بقول يعني يا ريت تكونوا يعني بتسمعوا الكلام ده وتشوفوا كلمات تانية، لان يا جماعة المغزى من السلسلة دي مش ان انا ببيع لك الوهم واقول لك ان انت هتتكلم زي الامريكان، لا انا بساعدك بس تتفهم بطريقة كويسة جدا في اقل وقت ممكن، والكلام ده انا بقوله عشان انا اتعلمت منه شخصيا. اوكي فمثلا انتوا عندكم كلمة why، why، which، when، what، wipe، wish، wing، wait. طبعا بنشوف بنطلع الشفايف قدام، و و الشفايف بتطلع قدام في كل نطق ال W وال R طبعا، right، prep، شايفين نفس طريقة النطق. اوكي مثلا بعض ال حروف ال W في كلمات تانية، مثلا always، away، beware، وزي ما انتم ملاحظين كده ال R، ال R في آخر كلمة beware اللسان بيرجع ورا، car. اوكي beware مثلا كلمة awake، someone، شوف someone بتتكتب بتتنطق بالساوند بتاع ال W ولكن بتتكتب O، someone يعني كلمة some وكلمة one بيعملوا كلمة واحدة اسمها someone. مثلا rewind، rewind، Halloween، Hollywood، يا جماعة نسمع يا ريت الكلمات دي ونشوف كلمات تانية فيها W يعني نتدرب عليها، وممكن مثلا تكتب الكلمة في جوجل ترانسليت وتخليه ينطقها وهتسمعها واسمعها كذا مرة، وفي طريقة النطق الثاني يعني مثلا ما تضغط على يعني على السبيكر الصغير عشان ينطق الكلمة، هينطق الكلمة في الأول بطريقة عادية، تاني مرة هتضغط عليه عشان تسمعها تاني هينطقها بالراحة شوية عشان هو فهم ان انت بتتعلم او عايز تعرف طريقة النطق ازاي. فهتلاقي مثلا اول كلمة كتبت مثلا كلمة what، هتلاقي بيقول مثلا في اول مرة بيقول what، لو ضغطت تاني مرة عشان تسمعها تاني هتلاقي بيقول what بطريقة يعني ابطأ شوية عشان يعلمك. اوكي طيب يبقى دلوقتي طبعا يا ريت تكون انت بتتدرب على الكلمات اللي فيها ار، سواء في بدايه الكلمات او نص الكلمات او نهايه الكلمات، وطبعا كمان الكلمات اللي فيها دبليو، وبالمره ناخد طريقه نطق الكيو
عشان طريقة نطق الكيو يعني مقاربة للكلام ده، لسبب ان هي الكيو عبارة عن كي ودبليو جنب بعض، كوا كوا كوا، ده الساوند بتاع الكيو. هنقول مثلا بعض الكلمات اللي هي فيها حرف الكيو: كويك، كويشن، كوايت، كوين، كواليفاي، كويت، كويبك، كويلت. ودي بعض الكلمات اللي فيها حرف الكيو. يبقى كده يا جماعة احنا خدنا حرف الار وحرف الدبليو وحرف الكيو. طبعا طريقة نطقك للكلام الكلمات بطريقة صحيحة ده بيفرق معاك في الاكسنت. فيعني شوية شوية ان شاء الله اعرف الكلام وطريقة نطقه بالطريقة الصحيحة، هيفرق معاك كتير 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 جدا في الكلام. ويا جماعة ضروري 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 ان انتوا تاخدوا الكلمات اللي انا بقولها دي مثلا تسمعوها وتسمعوا طريقة نطقها، وممكن مثلا كمان تحطها تاني مرة على جوجل ترانسليت وتشوف انت بنفسك تسمع كمان مرة والتانية والتالتة، وبعد كده تشوف كلمات تانية من عندك بتبتدي بحرف الار وحرف الدبليو وحرف الكيو وتدرب نفسك عليها. وتدرب على نفسك عليها يعني تتكلمها كتير، تقولها كتير، عشان احنا يا جماعة في كلمات كتيرة حافظينها وعارفينها بطريقة غلط، فلزقة هنا في الدماغ. اوكي؟ If you think I helped you, please like, share, comment, and most of all, sorry. شفتوا بقى؟ كده ينفع؟ هو كان حقه على فكرة ان هو اللي يروح مش انا. طبعا تاني مرة نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله يا رب ان احنا قلنا بنقول الدعاء بتاع ركوب السياره، عشان الحمد لله ربنا بيحمينا زي ما انتم شايفين. ودي الطريقه العمليه يا جماعه لطريقه نطق الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه ربنا بيستر، ودي طبعا من الحاجات اللي هي الجميلة في الدعاء. Go ahead. I'm waiting. Thank you. دي طريقة ال انا اسف يا جماعه، خلينا نركز بقى بدل ما ربنا يستر يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيا.